صبر على صحتك. Thank you.
مصطفى عامل ايه؟ كله تمام تسلم. Thank you.
أخبار سمية إسراء، أخبار سامي. يا بنت ده انت هتحط له استرايك اصلا. شكلي لسه داخل عليه. حبيبة قلبي اهلا وسهلا. ما انت شايفة هاني. مالناش علاقة، دينا سطيع. بيقول لي مين ده؟ بقول له سريع عربي، مالناش دعوة.
رحلت شقيق عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق منذ يومين، وتم تشييع جثمان الراحلة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، ويستقبل عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق العزاء بمسجد عمر مكرم بالتحرير بحضور عدد من الوزراء السابقين وعدد من يعني المحافظين وعدد من الشخصيات العامة والقيادات. نبرز الحضور أيضا الدكتور مصطفى الفقي ومحافظ الغربية السابق، كان ودع عصام شرف شقيقته الأولى منذ شهرين، لم يمر يعني ثلاث شهور على وفاة شقيقته الأولى حتى توفت شقيقته الثانية، وتم تشييع جثمان مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. احنا مستضيفينها معانا في هنا. على فكره احنا فاتحين لايفات وانت وشك منور، فاتحين لايفات وانت وشك منور. في لايف عجبني. 2 جنيه انت تديني فلوس عشان تاخد دي كونسيون. خلاص انت 3 4 مليون. انا كده ما ما فيش. حضرتك جاي متأخر، حضرتك جاي متأخر يعني. احنا منا رحت بتاع عزبة النفس؟ رحت بتاع مالية؟ هو انت هتنقي يعني؟ انت مطلوب منك مش هتنقي انا ازاي؟ مش ما معرف فيه تفاصيل. انت رحت وعرفت ان مفيش تفاصيل؟ نور اسمك شو؟ كيف كسرت؟ استوت لنا حرب من لحظة. أنت ما غلطت. مش بنتكلم على جريمة قتل. بتسلق
صلاه الجنازه. انت بتبص على ايه طول الوقت؟ انا اللي عندي سرعة، عندي الاربعة اللي هنا هم الاربعة اللي هنا تعودين. توافد رجال الدولة والمسؤولين، رجال الدولة والسياسيين على مسجد المنظمة التحرير كعسير رئيس الوزراء، رئيس وزراء قصر الأسباط السيد الوزير عصام الشرف. هنا السيد الوزير يقف هنا. ما اشتغلتش ولا عايز اقف هنا؟ ما تطلعش، ما طب انت اعرف فين؟ يا رجالة يا رجالة. ادخل عندك فيه. اين السر العربي؟ ادخل السر العربي. طب هم هيقبضوا، انت عايز ايه؟ انت مجهز عنوان؟ لا بقول لك انت هتطلع عليه يعني. انا مين؟ انت مجهز عنوان؟ اه طبعا. السر العربي مش عايز، هيوافق تعالى هيدينا ريالك. كويس، ربنا يوفقك. حاجات حلوة الهواية، ممكن تتحول معاك يعني في حاجات تانية يعني، فاهم؟ تبقى مصدر دخل ثابت.
ادي فرصة بس ادي فرصة مش لطيفة. لما احنا يوم ما نحط صوتنا في حاجة ويوم ما نستغل ما استغل صح وفي مكان الصح. طب وليه انت استفدت ايه يعني؟ ايه مين اللي جوه؟ مفيش حد جوه، هما اللي جوه هما اللي بره. ابت سكت ركبك ما بتحركش لسه ما شوفش. حاجات
كتير مش ده بس. متطرقوش على فكرة واجبت سيرته. انا بقول لك هو في ده بس انا ما جبتوش يعني جبت سيرته برضو فاهم، ولا في عناوين ولا في كلام ولا في كتاب ولا اي حاجة. بس بقول لك على استنتاجاتي ومحسة مش لفاتي. Thank you.
مش تبقى ما في حتى سقين يعني انا مش شغاله بتاع ده سباكه انا صحابي زي محدش بيقولها لي محدش يقدر يقول اخويا ما يقدرش يقول لي بنت انا بنت خلاص اللايف طيب
لنفس الأربعة من كان تخلف وكل ما الحكي بتاعي يدخل اللايفات عندي على الصفحة. لو عايزة تعرف انا دخلت كم مرة في اليوم كل اللايف. صوت بيطلعني محطوط بيطلعني كل ساعة في الساعة. بعنوان مختلف. ايه؟ بعنوان بعد كلمتين. قال لي حطي كلمتين حطي رقم حطي حاجة.
كان بيطلع هو كمان من بيته، كان في لايف مفتوح بطلع عليه لايف. اي حاجه تعد بس كنت بطلع من البلكونه اقسم بالله. البلكونه اللايف كان البلكونه من الساعه 9 لحد الساعه 10 بالليل، افتح له لايف واقفل له، افتح له لايف واقفل له، كل كل ساعه ادخل افتح اللايف واقفل اللايف، افتح اللايف واقفل اللايف. شايفه سما بقح صاحبي بتعمل اللي انا بعمله. لا ده من نفس اللحمه اللي انت بتعمله. ماشي هسرب. هذا لذيذ. حضرت حد؟ مين؟ سياسة تبعي إنجليزي. إيه وزمة الحمد لله جدا. كنت أود هندوان في بارو إيه؟ دوان هندوان كده؟ مين بقى؟ مين بقى؟ مش قوي كده يا جماعة، عالية ضخيمة ما عنده حد منه في اول واحده صاحبتي هتطلع لايف في 60 دقيقه ساعه كامله صح. ما انا ممكن انا اللي اعمله بقى، ما الله اعلم بقى المره دي مين اللي هيعملها صح يا اسامه. انا اللي احنا الايه لا هو
وَمَا